السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خاوتي، اليوم جيتكم بفيديو جديد كالعادة. الفيديو اليوم خاص ببرنامج الهين الغني عن التعريف اللي يعرفوه عودة الهين بعد طول انتظار. هذا البرنامج غني عن التعريف، هو لبرنامج تشغيل البيين سبور على الحاسوب. نبدأ على بركة الله. وش كاين في الهين هذا؟ أول حاجة راح نقول لكم باللي كل شيء راه محطوط في الديسكريبشن، في الديسكريبشن تحميل البرنامج والاتصال بالفيسبوك لتسجيلكم في الجروب السري الخاص بالهين. نبداو على بركة الله، هنا نحمل البرنامج، ندخلوا من الموقع، تلقاو هذا الرابط في الديسكريبشن اسفل في الوصف. نعم، نديرو كونتيني عادي جدا، يعني راح نشرح لكم بالتفصيل اللي لازم باش واحد ما يصرالو بروبليم باش يحمل الهين. تكليكي هنا جيت ذا لينك، يخرج لك ديريكت الموقع تاع ميديا فاير، وتعمل داونلود هنايا وتهبط البرنامج عادي جدا. بون، هنا راني محملو البرنامج، نروح برك نشغلوه. نقومو هنا، ندخلو هنا نشغلو البرنامج. برنامج واش يطلب منك حاجة؟ أول حاجة لازم تهبط كود التفعيل. كود التفعيل كيف تهبطو؟ تكليكي على هذيك المربع الصغير اللي يكون يجيك تويتر عادي جدا. من بعدها ندخلو هنايا وتعمل I'm not the robot، تكليكي هير، تكليكي هنايا كيما نقولو، تعمل كليك هنا. بون، هنايا خرجنا الإشهار، نعاودو نغلقو الصفحة هذه، نستنى 10 ثواني حتى يعطينا اللينك باش نقدروا نحملوا البرنامج. مش البرنامج، عفوا الكود، الكود باش نحملوا الكود اللي راح نشغلوا به البرنامج. نعمل فري داونلود، ومن ثم نزيدو نكليكيو هنايا على امضى الروبوت، وننتظر حوالي 30 ثانية، ومن بعد نكليكو باش يتحمل البرنامج. على كل حال، البرنامج اللي قلت لكم عليه لازم تكون مشترك معهم في الجروب السري الخاص بالفيسبوك. انا راني راح نضع رابط الصفحة في الفيسبوك تاعي باش تقدروا تبعثوا لي، واللي يبعث لي يكتب لي ايد راح نزوتيه ان شاء الله، نانفيتيه في الجروب تاع الفيسبوك الخاصة بالهين. مهم، هنا نكملو التفعيل. المهم، أيوة، Properties Download Link Preparation كيما نقولو، ومن بعد كليك داونلود. عادي، حملنا التحميل نورمال، يشتغل. دوكا نفتحو الكود، بوجينا على شكل ويرار، ندخلو هنا ونفتحو TXT ونعمل كوبي للكود بالكنترول سي، وعمل بالرايت أقو، وهنا نعمل كنترول في باش ننسخ الكود. ومن بعد ندخلو لوج ان وذ ذا فيسبوك، راح تخرج لنا صفحة جديدة هنا، تدخل معلوماتك تاع الفيسبوك. اذا كنت مشترك مع الجروب او عضو في الجروب السري تاع الهين، ما راح يصرك حتى مشكلة، تدخل ديريكت، راح يقوم بالدخول الى البرنامج دايركتلي كيما نقولو بدون اي مشاكل. ولكن اذا كنت غير مشترك في البرنامج راح يصرى لك ايرور، يحدث ايرور. الايرور يعني يقول لك لازم تكون مشترك في، مش راح يدخل لك البرنامج. انا يعني درت لكم هذا الفيديو كي انفيتاني واحد صاحبي، انفيتاني وسنيت واحد حوالي يومين والله، وطلع لي باللي راني سي بون، راني مشترك مع الجروب ديريكت. راح درت لكم فيديو على جال باش نفيد جماعتي وصحابي وحبابي. هو يخرج لك فيسبوك تاعك عادي، تدخل عادي، ومن بعد هنا واش تلقى؟ تلقى هنا خروج، هنا سيبريمي الكونت، تحب سيبريمي كلش، وهنايا تعمل الحمراء، هذه هي اللي باش يدخل لك برنامج الهين. يخرج لنا هنايا، هنايا هذا هو البرنامج، هذه هي واجهة البرنامج كومبلي، فيه كلش، فيه قنوات عادي جدا، فيه الاخر، فيه حتى الريموت كنترول. راح نطرقوا الفيديو اخر ان شاء الله نشرحوا فيه الريموت كنترول.
بون راح نسي كيف يشتغل. بون مادام انا دوك راني نسجل في الـ في الـ في الـ في السمو في السكرين شوت، ماهوش رايح يشتغل. راح نسجلكم بالكاميرا وراح تشوفوا بإذن الله راح يكون يشتغل عادي جدا. بون هاي هنايا دوكا رانا مدايرين اتش دي وان، يشتغل عادي جدا بدون اي مشاكل. الفيديو هذا راه من البي سي تاعي، باش واحد يكذب ولا يقول باللي راه ماهوش من البي سي تاعي. الصوت راني منحيه على جال حقوق الطبع والنشر. القناة نواه تمشي عادي ما عدا قنوات الموفيز، وهذو قالوا انهم قريبا سيضيفونهم. والحاجة الجديدة في البرنامج الهين هذا يعمل بدون كما نقولوا تفعيل، يعمل بدون تفعيل، وكتب يعمل بدون تفعيل. فقط الشرط الوحيد ان تكون مشترك في الجروب في الجروب الخاص بالبرنامج، الجروب السري. بون راني نحط لكم الفيسبوك الخاص بي وفيسبوك الخاص بي باش تبعثوا لي ونانفيتيكم ان شاء الله في الجروب. باش ما نكونوش الاخر، ماذا بيا ديروا لي سبسكرايب ويكتب لي تم باللي راه عملت سبسكرايب، وزيد يبعث لي في فيسبوك ايد باش نعرف باللي راه نورمال، باللي راك بعثت لي على جال وراك مهتم باش تدخل الجروب هذه وتشغل بيه الهين. هذا اللي بالنسبه للجماعه اللي همهم الامر انهم يدخلوا في الجروب تاع الهين ويشغلوا البرنامج تاع الهين اللي معروف من الناس كل اللي حيطولوا الله اعلم العجوز. هذا وش عندنا في هذا الفيديو، اشكركم على المتابعه ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. معكم لطفي من قناه نبطي تك، والى اللقاء.